العدة، أما من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. طيب، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله وهو يتكلم عن الذين يدعون غير الله من الموتى ومن أوليائهم وصالحيهم، قال: فإن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت: قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. هذا الكلام خلاف الصواب، لأن من تكلم بكلمة الكفر ولم يقصد معناها لا يكفر، لا يكفر. والأدلة على ذلك متضافرة كثيرة، منها ما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى قصة الرجل الذي أضل راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه، فأيس من الحياة فستظل بظل شجرة ونام، فلما استيقظ وجد راحلته عليها الطعام والشراب، فقال فرحا: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. فالرجل قال كلمتي الكفر، الأولى: اللهم أنت عبدي، الثانية: وأنا ربك. ومع هذا لم يكفر، بل اتخذ له رسول الله صلى الله عليه وسلم العذر وقال: أخطأ من شدة الفرح. إذن من قال كلمة الكفر ولم يقصد معناها لا يكفر باتفاق الفقهاء، وهذا من مما لاحظه العلماء والشراح لهذا المتن. نعم. وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفاراً كفراً أصلياً. فإن الله تعالى يعني كفراً أصلياً يعني غير كفر ردة، وإنما كفر أصلي، يعني كأن المصنف يقول أن الذين يدعون غير الله ويستغيثون بالأموات وينذرون ويذبحون لهم في قبابهم وقبورهم، هؤلاء ما دخلوا الإسلام أصلا طالما أنهم قاموا على هذه الشركيات، ولذلك قال كفار كفرا أصليا. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة. يعني الشرك ليس هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، إنما الشرك أن يثبت الإنسان وجود الله، بل ويدعو الله ولكن يدعو مع الله غيره، ويستغيث بالله ولكن يستغيث بغير الله أيضا، فهذا هو الشرك وهذا هو المشرك. نعم. أحسن الله إليكم. فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، بعد قوله: ادعوني استجب لكم. يعني في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فالآية تتكلم عن الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الله عز وجل ما جاء في أول الآية الذي هو الدعاء، سماه عبادة، فدل على أن الدعاء هو العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي: الدعاء هو العبادة. فطالما أن الدعاء عبادة والدعاء هو العبادة، فمن دعا الله فقد عبد الله، ومن دعا غير الله فقد عبد غير الله وأشرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإن قلت فإذا
إذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين. نعم، طالما هم بيدعوا غير الله ويستغيثوا بغير الله ويفعلوا الشركيات يبقى هم مشركين، والمشركون يجب جهادهم، لكن جهادهم يكون بشروط. أولى تلك الشروط أن الجهاد مطلقا لا يكون إلا تحت راية إمام مسلم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، كما رواه الإمام أحمد وهو صحيح. إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. شوف، واحد قال الإمام جنة، اثنين قال يقاتل من وين؟ ما معه، إنما قال من ورائه، يبقى لا جهاد إلا بإمام في الأمام، بأمره يعني، بأمر الإمام. لكن كله ثلاثة أنفار و17 نفر زي الدواعش وزي تنظيم القاعدة وزي السرورية والإخوانجية في البلد دي وفي العالم كله، كله ستة أنفار يقول لك راية الجهاد يبايعوه في ظلمة ويرفعوا لهم علم أسود، ده ما جهاد. ولو ماتوا كلهم ما في واحد فيهم شهيد، لأنه أصلاً ده ما جهاد. لذلك قال الشيخ الفوزان: ليس هؤلاء بشهداء، ما فيهم ولا واحد شهيد إطلاقاً. عشان ما يغشوك ساكت الشهيد فلان ويجيبوا لك ماشي بالبطيء، ما شهيد، الماشي بالبطيء ذاته ما شهيد، ما شهيد إطلاقاً. لكن هل ماشي النار؟ الله أعلم. هل ماشي الجنة؟ الله أعلم. تنتبه للحتة دي، لك ما شهيد دي ما تمشي تقول لهم جماعة دل في النار، ما معروف. ولا نقطع لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص سيصلى نارا ذات لهب، يبقى أبو لهب وين؟ في النار. والكفار الأوائل جاءت فيهم النصوص، لكن أي إنسان ما جاء فيه النص على أي شيء مات، ما بتقول هو الآن في النار، انتبه، ولا بتقول هو الآن في الجنة، حتى لو هو في حياته كلها كافر، انتبه، كافر ومات، سمعت إنه مات، ما تقول هو الآن في النار الآن بالتعيين، أو هو الآن في الجنة بالتعيين. قالوا لأنه ما بتعرف آخر لفظة قال شنو، يمكن شهد الشهادتين ومات وأنت ما حضرتها. أما حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، هذا حكم بشنو يا جماعة؟ بالعموم، بيت بمقابر كفار تقول بشركم بالنار، ده عام كده. لكن فلان وفلان كده تقول هو الآن في النار أو هو الآن في الجنة، ده مبجوس وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. وأيضا من شروط الجهاد توفر القوة والقدرة، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الآية، لا غيرها من الشروط. نعم. أحسن الله عليك. قلت: إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع لكم ولا يغني عنهم من الله شيئا. قال: قلت إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم فقالوا: يجب أولا دعاهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا. يوهم كلام المصنف رحمه الله أن الأمر فيه خلاف، والأمر هو شنو؟ الأمر إنه المشركين جهادهم أول حاجة بيبدأ بدعوتهم إلى التوحيد، يعني بيمشوا لهم أول حاجة المسلمين بيدعوهم إلى لا إله إلا الله وتحقيقها وتحقيق معناها ومعرفة معناها وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده أول حاجة. فكلام المصنف قال: قلت إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم، يعني كأنه الأمر فيه خلاف، دعوة المشركين أولا وليس فيه خلاف، صوب العلماء هذه الجزئية قالوا: وليس في الأمر خلاف،
بل هذا متفق عليه بين العلماء أن جهاد المشركين يبدأ أولاً بدعوتهم إلى التوحيد، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث علياً ابن أبي طالب إلى خيبر قال له فليكن، قال له أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأول حاجة قال له أدعوهم إلى الإسلام قبل القتال، وده متفق عليه بين الأئمة وبين العلماء وعليه النصوص وعليه الأدلة الكثيرة. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث جيشا أو سرية أمرهم أولا بأن يدعو الكفار إلى توحيد الله سبحانه وتعالى قبل القتال. صلى الله عليه وسلم. وإبادة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا، وأنهم أمثالهم كقول لقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني اللي بتدعوهم وتعتقدوا إنهم ينفع ويضروا أولا لا يغنوا عنكم من الله شيئا، ثانيا أنهم أمثالكم وعباد أمثالكم. وهذه من أقوى الآيات في قطع شجرة الشرك عموما وقطع الشبهات لدعاء غير الله عز وجل خصوصا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، من سورة الأعراف الآيات كلها من أقوى الآيات، عباد أمثالكم زيكم. وهي ترد أيضا على قول عباد القبور اليوم الذين يقولون إن الشرك هو عبادة الأصنام، أما نحن فندعو ونستغيث بالرجال الصالحين فليس هذا بشرك. نقول لهم قال الله تعالى عنكم وعن أمثالكم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وعن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمان فيهم، منهم فيهم شرك، وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك فيهم شرك فيهم شرك لا عدلوا فيهم نعم نعم. وأن هذا الاعتقاد منهم فيه شرك لا يتم الإيمان، يعني الاعتقاد من هؤلاء المشركين في هؤلاء العباد يعتبر شركا بالله سبحانه وتعالى. نعم. لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد. يعني الإنسان لو شهد أن لا إله إلا الله وصلى وصام وزكى وحج لكن يعتقد في غير الله أنه ينفع أو يضر أو يستغيث بغير الله كمن يدعو الأموات ويستغيث بهم، ده مشرك وهو يصلي ويصوم وينطق الشهادتين ولكن يفعل هذه الشركيات هو مشرك. نعم. أحسن الله إليكم. وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله وحده، وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنهائر والطواف بالقبور شرك محرم. ده واجب على العلماء أن يبينوا للناس أن النذر لغير الله والنحر والذبح عند القبور والطواف بالقبور كل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وده أوجب واجب على العلماء، أوجب واجب على العلماء وعلى الدعاة وعلى المشايخ وعلى طلاب العلم إنه يحذر الناس من الشرك ويدعوهم للتوحيد. وأنا بستغرب إنه يقول لك فلان ده شيخ كبير أو عالم وما قاعد يتكلم في العقيدة ولا بحذر الناس من الشرك،
وتلقى بلده كلها شرك، كله شرك، قبب وأضرحة وطرق صوفية وعبادة لغير الله وسحرة. أقول لك لا، أنا متخصص في الكلام في الأخوان المسلمين. ده ما بيجوز، وربنا بيسأله من الكلام ده يوم القيامة. يتكلم في الباطل كله، كان أخوان مسلمين كان غيره يتكلم، لكن لا بد تحذر من شنو يا جماعة؟ الشرك. وده أوجب واجب عليك، أوجب واجب، أوجب واجب عليك إنك تحذر من الشرك بالله. فانتبهوا للحتة ده يا أخوان. أحسن الله عليكم. وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم، فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى الناس يدعونهم إلى إخلاص التوحيد لله. يعني العلماء ينصحوا حتى الحكام والملوك، ينصحوهم بأنه يركزوا على التوحيد ويهيئوا أمر دعوة التوحيد والأمر لدعاة التوحيد ويلزموا الشعوب بالتوحيد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال الشيخ ابن باز: وأعظم المعروف هو التوحيد، وأعظم المنكر هو الشرك. فأعظم واجب للحاكم وللملك وللراعي على رعيته أن يأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يزيل أسباب الشرك من بين أظهر الناس. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أول ما فتح مكة، أول ما دخل قبل ما يمشي أي حتة، طوالي دخل مشى الكعبة، فوجد حولها 360 صنم كسر كلها، وهو يتلو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. شوف ده أول حاجة سواه. بعد ذاك دخل تاني جوا الكعبة، فوجدهم يرسمون على جدران الكعبة من الداخل صورا، ويزعمون أن هذه لإبراهيم وأن هذه الصورة لإسماعيل إلى آخر. فأخذ قطعة بالماء وبلها بالماء ومسح الرسوم دي كلها بيده عليه الصلاة والسلام. يعني حتى ما وكل زول ذاته، ما انتظر يوكل زول من الصحابة إنه يكسر الأصنام البر الكعبة أو يمسح الصورة جوا الكعبة، إنما كسر الأصنام التي خارج الكعبة بيده، ومسح الصور التي داخل الكعبة بيده. شكد الحاكم أول شيء يزيل معالم الشرك ويعلم الناس العقيدة والتوحيد إذا أراد أن تصلح البلاد ويصلح العباد ويصلح الاقتصاد. أول شيء يعمل شنو يا جماعة؟ يزيل معالم الشرك وينشر العقيدة وينشر التوحيد. لكن نصيحة العلماء للحاكم بهذه الأمور تكون النصيحة بالطريقة شنو يا جماعة؟ الشرعية، وهي المناصحة في السر. والطريقة غير الشرعية، وهي طريقة الخوارج وطريقة الإخوانجية، هي المناصحة في العلن. رضي من رضي وأبى من أبى. الرسول قال ما بجوز، وابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. النبي قال: اقتدوا باللذين من بعد أبو بكر وعمر. رغم ده ابن عباس ما رضى يقدم كلام أبو بكر وعمر على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا مشكلة الناس اللي بيقولوا إحنا من أهل السنة، كثير منهم إلا من رحم، أنهم لا يعظمون نصوص الكتاب والسنة، بل كثير منهم للأسف الشديد يقدمون كلام البشر على كلام رب البشر وعلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك أنا سلفي، تلقى لابس الساعة باليمين وشايل له مسواك. شفت المسواك ده لو حشيته سندوتش وأكلته ما بينفع، طالما أنت بتقدم كلام شيخك على كلام منا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي من أكبر المشاكل الليلة. زول يقول لك أنا سلفي، تقول لك قال الله تعالى والآية دي قال فيها السلف، يقول لك لا شيخنا لكن ما أفتح، كيف يكون سلفي؟ تقول لك قال رسول الله، يقول لك لا والله شيخنا جاب آثار كثيرة من السلف. يا زول الرسول قال،
شيخك ما جاب ولا دليل واحد في كلامه كله. والرسول قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي شنا يا جماعة علانية. لا لا قال قال لا. أنت تقول لا أيوة والرسول قال لا قال لا فلا يبدي علانية وليأخذ بيده وليخلو به. شوف الكلام ده كيف. فإن قبل وإلا فإن قبل فذاك وإلا أدى الذي عليه. ده المنهج كده يا جماعة. المنهج ده القرآن وشنو يا جماعة والسنة بفهم السلف. ما في حاجة اسمه شيخي قال فوق كلام الرسول. نعم أحسن الله إليك. فمن رجع قبل حقن عليه دمه وماله وذراريه ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث. نقف لحد هنا لأنه بعد ده حيعالج الشبهات كما عالجها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. حيجيب شبهات الاستغاثة وشبهات الدعاء وحيرد على شبهة شبهة.